وتستمر بنا الحياة بكل ما فيها، وكأنها درس يردد كيف نحياها ونحييها. وتستمر بنا الحياة بكل ما فيها، وكأنها درس يردد كيف نحياها ونحييها. الناس للناس ولا منا من استغنى، كل مهم دون فرد مستثنى. لا شيء صعب إن تكاتفنا وغررنا، يا سعدنا بحصادنا إن نحن أحسننا. إن نحن أحسننا، نحن أحسننا. أليست هكذا الدنيا تسير ولا تقف، ومهما طالت اللحظات حتما تنصرف. ومن منا بلا حلم يسير بلا هدف، فماذا إن تعثرنا سوى أننا نقف. وتستمر من الحياة بكل ما فيها، وكأنها درس يردد كيف نحياها ونحييها. المشاكل الصحية كثيرة لي. بص، المشاكل النفسية هي اللي بتأثر على الصحية أساسا. الناحية الصحية حدث بلا حرج، حساسية بشكل عندي ونبات إلا بالبخاخة، عندي بخاخة مع الربو. عاني عندي مرض الضغط والسكري وذبحة وتجلطات في الساقين. بعض الناس الواحد حق الدواء ده ما عنده. يعني أنا بعرفني ناس كثير ما بروح على مستشفيات أو على دكاترة، إنه بشعر بصداع، إيش علاج الصداع وبيعالج نفسه. وفي ناس بيموت أقسم بالله من عدم الدفع للمستشفى. صارت عندنا حالات هذه الكورونا بس ماكو علاج. من جا كورونا كل المنظمات حتى الصحة انهزمت عندنا. بسم الله، نبدأ سعادة جديدة. سلام الله وبركاته. الأخت جهان، كيف حالك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. أنت شو تشتغلي جهان؟ أنا كنت بشتغل في مصنع، بس لما بنتي تعبت قعدت. شو فيها بنتك؟ هي بقى لها 6 سنين ما بتمشيش. سبحان الله، كل خير. أنت الحين ما تشتغلين صحيح؟ لا. عندك أي شغل؟ أنا كنت أخذت محل كده وفتحت تصاريح ملابس. صحيح. السكن وكده بس واخدة قريب يعني. الله يخليك. طب أشرح لك شو الشغل اللي عندنا؟ تعالي هنا أخت جهان عشان نشرح لك الفكرة. إحنا عندنا سوبر ماركت
وسوبر ماركت نبيع فيه المواد الغذائية والتموينية. تمام. الباب اللي هنا نفتحه لما الناس تيجي تاخذ المواد التموينية. تمام. انت تشتري اكيد من السوبر ماركت، يعني عارف الاسعار. احنا كاتبين الاسعار، شوفي يعني مكتوب رقم 3 جنيه 5 جنيه مكتوب، وهنا كل واحد فيه بسعره. والباقي شوفي روحي جوه في بطاقه جوه فوق فيها اسعار المواد التموينيه. فالموضوع سهل، بس عاوزين خبرتك في الموضوع. الله يبارك فيك. انت ليه عاوزه تشتغلي؟ لان علي ديون كتير عايزه اسدها، وبنتي بتعمل جلسه يوم بعد يوم والجلسه 150 جنيه وانا مش معايا اصلا جنيه منهم، فمش عارفه اعمل ايه. كم عليك دين؟ انا علي بتاع 64,000 جنيه. من كم سنه؟ 6 سنين بالظبط. والحل؟ والله المستعان. شو فيها بنتك؟ هي بقى لها 6 سنين ما بتشتغلش. الحمد لله لك الحمد. طيب يعني لازم الشغل يكون موجود عشان انت تقدري تسدي. وانت في هالست سنوات نهائيا ما قدرتي تسكري اي حاجه؟ انا كنت بشتغل في المصنع عشان اصرف عليهم بس واكلهم وشرب، بس مرض بنتي بقى ضغط علي. يعني كنت بشتغل عشان ناكل ونشرب، لكن فلوس العلاج وكل شويه تحاليل واشعه مش عارفه ايه، فتراكمت عليا الفلوس. يعني اقل كشف كنت بروح اكشف عندهم في القاهره واسكندريه وهنا وهنا كان ب 700 جنيه كشف، غير الاشعات كنت بعمل اشعات رنين ومقطعيه كان بيخش 6000 جنيه بس كشف كده. يعني انا اللي افهمه ان انت الدين اللي عليكي كله بسبب علاج بنتك. بسبب علاج بنتي. احنا كنا بناكل ونشرب على قدنا عادي بالشغل المصنع اللي انا كنت شغاله فيه. زوجك فين؟ انا منفصله بقى لها 14 سنه. طيب. الله يسلمك ان شاء الله. حتى بنتي قعدتها من الكليه عشان معيشه كامل لها. الحين ما تدرس. عملت تقدير لحد ما ربنا يوفقك ان شاء الله. حاولتي يعني تشتغلي تعملي اي حاجه عشان بس تسكري؟ انا بشتغل من هم عمرهم كانت بنتي سنه ولا. تفرج ان شاء الله. أول شيء أنا أقول لك شيء، أنت تشبهين خالتي. سبحان الله أنا خالتي تشبهك. فأنا لما أشوفك الحين والله قاعد أشوف خالتي، الله يحفظك ويحفظها. الواحد ما يرضى لأهله ولا للناس اللي يحبهم إن هم يكونون زعلانين. بس هي حتفرج. إن شاء الله تكون ربنا موجود وتفرج بإذن الله. صحيح، وكل ما واحد كان قريب من رب العالمين الحمد لله حيفرجها عليه إن شاء الله. يا أختي، إحنا خلينا نبدأ معك أول شيء. فيك ترتبي الشيبس هنا؟ يا أم هديل، طيب خلينا نوقف شوية، خلينا نتكلم نكمل الموضوع. أنت حتقدري تكملي معانا تشتغلي معانا كم يوم في الشهر؟ أنا أشتغل عادي، بس اليوم مثلا تكون بنتي وراها جلسه ابقى اجي بعد الجلسه. هي تاخد جلسه تشوف؟ جلسه علاج طبيعي عشان الدكتور قال مش هينفع نعمل عمليه الا لما نحرك ايديها ورجليها ونسبه الهشاشه ايه تقل شويه. طب انت ازاي تساعديها نفسيا؟ هي كل ما تقول لي انا لو جبت لي موبايل انا هخف اللي انا عايزاه، قلت لها انا مشكلتك في الموبايل. قلت تخف انا اجيب لك كل حاجه في الدنيا، بس دلوقتي حاجه ابقى من حاجه، احنا نجيب العلاج ولا نجيب موبايل؟ قالت لي انا حاسه بتجيب موبايل. اكل وشرب فيه في البيت؟ انا والله العظيم سالفه ال 5 جنيه اللي انا جايبها في التوك توك وانا جايه، والله انا قبضت اول امبارح ومام معايا 50 جنيه وراح اجيب لهم فرخه، بس الحمد لله. يعني بنتي بقى لها كذا يوم تقول لي واحنا هنفضل قاعدين من غير اكل كده على طول؟ اقول لها قولي يا رب ادعي لي.
الله يفرج عنكم ان شاء الله يا رب. يعني انا معي كيلو لحمه بقول بناقص وراح اجيب بالادويه بتاعهم لان بتاخد برضه علاج كتير والدكتور قال لي هتتعاري من حد لما تيجي في الدواء. انت تذكريني في شخص قابلته في الصومال اسمه تواق قال لي احنا عشان نساعد يا اخي متعاون احنا عايشين عشان نتساعد ونتعاون والمفروض هذه الدنيا لان الله خلق الفقر وخلق الغنى وخلق المحتاج وخلق اللي عنده فالمفروض نحن نشيل بعض. اولا انا ما اشتغل في هالمحل ولا اعرف شيء يعني يمكن انت تعرفين الاسعار اكثر مني فده اول شيء مش لبسي. جينا عشان نتعرف عليك عشان نفرحك. أمنيتك إيه يوم هت؟ أنا كل أمنيتي إن أنا أسد فلوسنا عليا وأكمل علاج بنتي واللي نفسها تكمل كلية تكمل كليتها وتشتري لبس زي ما هي نظام أصحابها بيلبسوا. أنا بقالي 14 سنة ما اشتريتش لبسي ولادي. 14 سنة؟ آه والله. طيب الله يسلمك. الله يستر ان شاء الله علي وعليك ان شاء الله وعلى اولادك. افتحي ده. ده عشان تسكري كل الدين اللي عليك. ربنا يسعدك يا رب. انا كل عمري كنت عايزه اعيش عادي واعيش بناتي عادي مبسوطين زيهم زي اي حد ماشي من ربنا غير الستر والصحه واخليهم احسن ناس في الدنيا دايما زي اي اي حد. الدنيا بخير يا امي. الحمد لله. شكرا لك. غير علاج بنتك عاوزه ايه؟ نفسي اشوف بنتي ماشيه على رجلها مش عايزه حاجه من ربنا الا اشوف بنتي ماشيه على رجلها. عاوزه ميه؟ انا عارف انا اصلا سناني مخنوعه من كتر الزعل. كنت عاملة تركيبة بس اتكسرت فأنا مركبة دي أيام قعدت أقول لربنا يا رب أنا عايز أنا مش عايزة أكتر من إني نعيش مش في مستوى كويس ناكل ونشرب ونتعالج. طيب إحنا في حاجة تانية خلي دول الاثنين معاك واحدة عشان تعالجين فيها أسنانك والثانية عشان تفتحي مشروع. تفتحي مشروعك. المشروع ده اللي هيخليكي تصرفي على نفسك وعلى بناتك اللي هو الخياطة المشغل اللي انت كنت تشتغلي فيه صحيح؟ خياطة كان؟ وحنشتري لك كل المعدات اللي موجودة اللي انت عاوزاها. يا ربي يبارك فيك ويجعلك ميزان حسناتك. وبعد هتجيبي موبايل لبنتك. ربنا يجزيك كل خير ويسعد قلبك. يا رب. لأن جزء من العلاج هو نفسي. في شيء مع رب العالمين، في شيء عند الدكتور، في شيء عندنا. قلت له أي حاجة عايزاها تبيها من ربنا. أي حاجة عايزاها تبيها من ربنا. بروح أوضيها وأخليها تتوضى وتصلي وتقيم الليل عشان أي حاجة عايزاها تتوضى. أنت توضيها. هي نهائيا ما تقدر تتعامل. أول شيء لما تروحي للبيت تشتري الموبايل. قبل ما تسكر الدين. عشان تفرحين بنتك. تسكر الدين اللي عليك كله عشان نفسيتك شوي ترتاح. يا أختي لولا الطموح ما كنا فكرنا في بكرة. المفروض يكون عندنا طموح أكبر إن احنا نتغير وإن احنا نحسن من نفسنا. صدقيني هو على النوايا ربي يرزق أبعد. ربي راح يفرج. وأنت تستاهل الخير. أنا عندي سؤال أخي. احنا إزاي ممكن نقلل الفقر اللي موجود في الدنيا؟ زي ممكن ننقل الناس من حال لحال. في
حد زي حضرتك كده وحد كده وحد كده، مش هيبقى في ناس فقر كده ولا في ناس محتاجة لو كل الناس حاسة ببعض، ولا هيبقى في حقد ان ده غني وده فقير وده معه وده ما معهوش. صدقيني ما راح تحتاجين حد. يا رب يا رب شايل حمد شايل حمد. الله يصدق ان شاء الله، ربي ما يحوجك لحد. واحنا اللي يعني الفكره من اللي نعمله ده ان نغير حياه الناس للاحسن وان نسعدهم، لان في يوم من الايام ممكن احنا نكون في نفس الظروف واسوء، وهي هذه كلها اختبارات. الله يبارك فيك. انت ما عرفتي اسمي، انا اسمي غيث من الامارات. احنا كل اللي عملناه القصه دي عشان بس نجيبك ونشوفك، ممكن نشوف الابتسامة بس قبل ما تطلعي. الناس للناس يومي، الدنيا دايما بخير. شكرا، يعطيك العافية. تقدري دلوقتي تروحي وانت مبسوطة. يا رب يا رب. شكرا شكرا شكرا، الله يبارك فيك. مع السلامة. السلام عليكم. كل عمري كنت عايزة أعيش عادي وأعيش بناتي عادي مبسوطين زيهم زي أي حد، ما بتنش من ربنا غير الستر والصحة، وأخليهم أحسن ناس في الدنيا زيهم زي أي بنات. مش عايزة حاجة أكتر من كده، مش عايزة أمد إيدي لحد تاني. أنا حاسة إن ربنا بعتكوا لي والله. قلت له محدش هيحس بيا غيرك يا رب. وتأكدت إن كان ربنا سامعني. الحمد لله والشكر لله. مش مصدقة إن أنا يا ست دي وليت العقلية ومفهوم ومبقاش محوم ده لحد. أدنى اللي أنا فيه يخليني لو هساعد الدنيا كلها والله العظيم، لأن محدش هيحس باللي أنا فيه قدي. الحوجة وحشة جداً. أنا أحياناً والله أنا بطلع صدقات يعني على قدي، ممكن أطلع 5 جنيه 3 جنيه، مبقاش معايا اللي هم في البوك مثلاً، وأطلعها ألاقي ربنا رضاني في نفس اليوم. طيب يا أمي، ليه محتاجة الشغل؟ عشان خاطر أسطر بنتي، والله نفسي أسطر البيت. أنا بيجي علي أيام مفيش عندي رمى في البيت إن أنا أكل عيال، عشان انا معايا 5 عيال وعليا ديون بسدها. دين من شو؟ يعني بتاع حاجات كنت جايبها لعيلتي كده. شو منيتك يا ام بلال؟ ايه انا مرتاحه. ماما بقى ابني هو خلي بالك، ربنا يشوف الدنيا كلها. ملا ان انا اشوف عيالي كبار قدام عيني. ساعات الدنيا بتحسها انها جت، بس بعد كده بتبقى حلوه. صحيح. يعني بدات لما فرض. كل صلاه بندخل من ربنا، ربنا يفكها على الكل. انا اسمي غيث من الإمارات. إحنا عندنا أمنية وهي اللي مخليانا دلوقتي ماشيين ونسافر من دولة لدولة. حبيبي يا الله. إيه؟ لا كتير علي. دي هدية. ده عشان تسكري كل ديونك، لأن حيكون عندك مشروعك وأنتي حتشتري بيتك ونفسك. لا ينجبر من خطرك عند العبد وعند الرب. استرها معاك في كل خطوة تحط رجلك فيها. كل الكائنات لها أصوات لتتواصل، لتتخاطب، لتتفاعل، لتعبر. أصوات تخلق الضجيج من حولنا، أصوات تصنع الهدوء في يومنا، أصوات تنبض بالحياة، تملأ العالم في كل زاوية وفي كل جزء
من الثانية، وهناك أصوات لم نسمعها حتى الآن أو لم نعد نكترث لسماعها، أصوات فيها جوع، وجع، ألم، ظلم، كل ما ذكرناه هي أصوات للفقر.